كويس. أنا الدمازين دي سكنت فيها وقريت في المدرسة جنبكم دي في فكي بيجا اسمه محمد طاهر، ما عارفه حي ولا ميت. مشيت له في أولى ثانوي عشان اكتب لي حجاب بتاع القراية والله جد. وكنا لف ونمشي البحر بجاي وين، المهم ما في قراية. وأنا قلت خلاص الحجاب ده حجاب قوي جدا، وقال لي جيب لي جدادة حمراء. طبعا ده الشغل بتاع الفوكا، يقول لك جيب جدادة حمراء وفارط رش وديك عاق والدين. يا زول أنا قايل لك وين كويس، جبت له جدادة والله جدادة ظريفة جدا، عمك ضبحها وازن داسة هو والجنون بتاعنه، فهمت؟ وأنا بجاي جيت ال 13، يا زول وين الحجاب بتاعك؟ ما بتستفيد حاجة يا أخوان، ده بيقدمنا لقدام؟ ما بقدمنا لقدام. تلقى الناس في الشغل، أنت الآن انتهيت من الحياة الجامعية، برضو في الحياة الجامعية في بعض الشباب، ما كل الناس، من الخلاطين. الخلط ضمع حرام، الخلط حرام، ما داري لو كلام الراجل يقعد مع مرة ما مرته حرام، ما بيجوز في الشريعة الإسلامية. أما في الشريعة الترابية شريعة الأخوان المسلمين بيجوز حاجات كثيرة جدا. المهم فما بيجوز، تلقى واحدين تلقاه يتعلق له بواحدة يقوم يمشي لفكي عشان يكتب له حجاب محبة، فهمت؟ حجاب محبة. واحدين يمشي لست الودع، بالله شوف لي دي بتعرسني ولا ما بتعرسني، اختي شوف لك شنو يا اخي. ها يا اخواننا ده هوس، العقائد دي لو ما صلحت البلد ما بتمشي لقدام. ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي إلا الكفر. ناس سبا ديل ربنا أنعم عليهم بجنات وعملوا سد وكان بيأكلوا، والواحد لو مسافر بيلقى محلات يأكل فيها وما بيحتاج يشيل له ذاته، فهمت؟ والسفر بتاعهم قريب. فكفروا بالتوحيد وبإفراد الله بالعبادة فانتقم الله عز وجل منهم وأخذ منهم هذه النعم. عشان كده أخواننا نحن الآن البلد دي تعال شوف، مطرة تنزل، مطرة عجبك وبهايم راقدة، والبلد دي تزرع في أي حاجة. والسودان ده جو مختلف، زرعت باباي بيقوم، زرعت تفاح بيقوم، بصل بيقوم، أي حاجة بتقوم كويس. بعد ده بتلقانا نحن تعبانين وجعانين وفترانين وهلكانين. السبب شنو؟ السبب القبب دي، القبب القاعدة الموجودة دي، الشرك بالله سبحانه وتعالى ده بيمحق أي حاجة. عشان كده ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك أخواننا الموضوع بتاع الشرك ده موضوع كبير، ونحن دائما بنخاطب الطلبة وبنجيب كتب وكده، لأن أخواننا بنعتبر أنه الطالب الآن هو طالب زول ناضج، وانت زول في مرحلة بتاعت وعي، وانت زول في مرحلة بتاعت بحث علمي. زمان انت كنت في الثانوي والأساس تربية وتعليم أو توجيه، يربوك ويعلموك، لكن الآن أنت إنسان تبحث، المحاضر بيجيك يديك نقاط رئيسية بيرجعك للمراجع، لابد تعرف وتبحث. وده كلام احنا بنجيبه للناس من كتبهم، وفيه رغم إيداع، ولو أنا كضبت عليه ممكن يفتح فوقي بلاء وكلام كثير جدا، فهمت؟ فده الضلال الموجود هنا. البرعي بيأصل إنه الأولياء بيعلموا الغيب، وإنه الأولياء بيدوا الجنة، وإنه الأولياء بيهبوا الذرية. بل في كتاب ليك سلام مني البرعي ده قال الأولياء بتاعنهم وبتاعن الله بيجوا يأنسوك في القبر. قال وله يؤانس، بيتكلم عن أحمد الطيب البشير، في الوحدة والشبير، قال بالحجة يلقن بأحسن التعبير، في جنان الخلد شاهد مولاه الخبير. وقال في الكتاب ده عن شيخ أحمد الطيب من كراماته إنك لو مت أنت وتابع للطريقة السمانية بتاعتهم وقلت في أول ضربة لحفر القبر بتاعك قلت هذا قبر أحمد الطيب وإنت اسمك محمد فلان فلان مثلا، قال فإنك لا تعذب ولو لم تكن من أهل الطاعات. بس لما يجي يحفر يعني أنت هنا زي ما بقولوا تعيش حياتك، فهمت؟ تعيش حياتك تسوي أي حاجة، بس لما يدفنوك لما يجي يحفروا القبر بتاعك يقولوا هذا قبر أحمد الطيب، قال دي بعد تاني منكر ونكير ما بيسألوك. قال فصاحبه في القبر ليس يعذب
فهمت؟ وعنده قال ولي هنا في 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 الكتاب قال قلب البيت ولد، عنده قال ولد ولي بيقلب البيت ولد، قال له سلم يا ولد أهو ده قلب البيت ولد. قال والشيخ أحمد الطيب قال كان عنده حوار، عنده 7 بنات أو 6 بنات، فقام قال له يا شيخ أنا داير لي ولد، وإنت لو داير ولد تسأل الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ ولو ربنا سبحانه وتعالى أنت تزوجته وما أداك ولد وسألته دي محنة لك، تكون بتسأل الله. لكن أنت راجل شادي حيلك وما لقاشك كده، راجل عديل كده، بمعنى كلمة الراء والجيم واللام، تمشي تودي مرتك للشيخ يديك جنة، أنت زول بليد ولا شنو؟ والله في ناس هبل والله وخيابة، إذا أنت بليد ولا شنو كيف يديك ولد؟ ولك مالو مالو يا أنت عرسوا عليك كيف دي؟ أنت متخلف ولا شنو؟ ما بديك يا زول ده، لو أداك اضنينه بيبقى زي اضنين الشيخ، والله يمرق يشبه عليك الشيخ يا هو ذاته بيورطك، ما أنت أغنياني يعني بديه كيف يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لله، لله ده جار مجرور خبر مقدم يفيد الحصر والاختصاص، يعني الكلام الجاي ده خاص بالله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، منه الله إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه الله عليم قدير. ربنا حكى لك قصة نبي من الأنبياء، ربنا قال كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. داير ربنا ينجحك في الامتحان، داير ربنا يسهل لك زواج، داير ربنا يديك قروش، داير ربنا يشفي لك مريض، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. شوف شوف النبي الكريم يشكو حاله لله سبحانه وتعالى ويتذلل لله، قال ربي إني وهن العظم مني، العظم بتاعي رق معناه بقيت كبير، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. مرتي دي عاقر يا الله قال له، وهذه الأسباب الدنيوية انتهت، قال فهب لي من لدنك وليا، يا الله اديني ولد، اديني له هدية هبة من عندك، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كمان يا الله اديني ولد ما تخليه يكون شفاتي ساي، يكون رضي. ربنا أداه ولد وسماه له، فتسأل ربنا سبحانه وتعالى. وغيره من الضلالات الموجودة هنا في الكتب بتاعت الصوفية، لقينا شيخ الطريق القادرية بيقول أنا الله عديل، ده الكتاب تاع الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، وده أنا اشتريته الأسبوع الفات من الدار السودانية للكتب، أكبر دار لنشر الكتاب في السودان. عرفت بيتكلم عن نفسه، قال مريدي لك البشرى، قال 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 فمن كان يهوانا يجي لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة، وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك. تكلموا عن الشيخ، طبعا الصوفية عندهم إنك بتعبد الله لغاية ما تحصل مرحلة تسقط عنك التكاليف، يقول لك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا أتاك اليقين خلاص، لأنه حتى خلاص. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاو اليقين ولا ما جاو؟ ما سؤال، هل سقطت عنه التكاليف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت يقول شنو؟ ها الصلاة الصلاة ها وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه 7 مرات ويغتسل في كل مرة حتى يمشي ويصلي بالناس، ده قال. وقالوا يا هذا تركت صلاتك، قالوا له أنت ليه ما بتصلي معنا في الجامع؟ قال ولم يعلموا أني أصلي بمكة، دي الوهمة ذاتها إنه بيصلي في مكة، وناس مكة بيصلوا قبلينا بنص ساعة. أنت ما دارت إما المسبوغين ولا شنو؟ زول مستابل وكذاب، فهمت؟ قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. والله أخوانا لو في زول ما مصدق يجي يقرأ الكلام براو، عرفتها؟ قال ولولا لو ما الرسول ربنا رسله قال كان قفلت لكم جهنم دي، فهمت؟ ودي كان مشكلة كبيرة والله، الكيزان ديل يجيهون جيها ما النار قفلوها تاني في شنو؟ والله الكيزان ديل يمتعوك متعلمة كيف كويس؟
وشعق الأدب وكذا والنادي بتخلي الجوامع والبلد بتجوط. فهمت؟ قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغثك بهمتي، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. شوف الكذب ده كيف، وده معارضة للقرآن. في الدنيا هنا عرفناك مثلا بتكذب ما دارين نغالتك، في الآخرة كيف كمان الآخرة فيها واسطات وكده. الآخرة ربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو فردة بتجي براك براك ما معك أي زول. ده قال إذا أنت كنت معي أنا بحميك يوم القيامة. قال أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال إذا بقيت ماسك في الأوراد بتاعتنا سخننا خلاص، جيبوا الفتة والفتة متوم حمتني النوم والفتة مشطة حمتني النطة، لو لقيتني يوم القيامة قال أنا بكون قاعد جنب الميزان. أنت قال يا تو ميزان يوم القيامة يعني إذا السيئات بتاعتك يعني ثقلت الشيخ بيقوم بيتصرف، أنا ما بعرفه بيتصرف كيف لكن ده كلامه. ولا بيجي يشهد الميزان لشنو؟ ما سؤال منطقي جدا. طيب قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. ده شيخ القادرية. قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى، مع نوح عليه السلام، بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي. وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شا كده يا أخواننا الزول والله لو دار يخش جهنم سريع كده، لو دار لك حاجة كده سريعة أسرع من الضوء أبقى صوفي وموت على ذلك، والله الذي لا إله غيره، تموت على عقيدة زي دي ما عندك أي علاقة بالإسلام. طيب قال وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوته. وطبعا لازم القول يا أخواننا إنه ربنا سبحانه وتعالى جاهل. أنزل الكبش منه ليه؟ فداء إسماعيل عليه السلام أنزل منه، نزل الله. ربنا قال وفديناه بذبح عظيم. الشيخ قال الله عشان ينزل ده قام استفتانا، والفتوى بتكون من منه؟ من جاهل لعالم. مش أنا مثلا صليت 4 ركعات وزدت 1 5 وما عارف أسجد قبل السلام ولا بعد السلام، ومشيت سألته معناه أنا عارف ولا ما عارف؟ أنا ما عارف. فربنا عشان ينزل الكبش ده قال إلا استفتاه. قال أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. قال أنا بصغت توف كده قال في وش يعقوب بعد ذاك رجعت. ليه الكلام ده بقوله ليه؟ عشان أنت تمشي له في أمورك كلها وتشرك بالله وتخلي الله سبحانه وتعالى. قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. شوف الكفر ده كيف، والله إدريس دب ما تقعد معه، خليك من نبي الله إدريس عليه السلام. قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. يا أخوانا شوف الكلام ده كيف. قال موسى عليه السلام العصا بتاعته دي عبارة عن تقليد شالة من عصاتي أنا، كويس. قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي. ربنا قال وأيوب إذ نادى منه نادى ربه. قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا. اللي يتكلم في المهد ده شيخ القادرية والله. شوف يا أخواننا الطرق دي الآن بيدعموها الأمريكان والفرنسيين، دعموا الطريقة التجانية. والآن الشيوخ بتاعنا الصوفية في السودان مين إزيرق ومين ومين مشوا الكونغرس الأمريكي قبل كم شهر، مشوا لاقوا أوباما. يعني معقول أوباما ده بيتكيف من الإسلام؟ أو عاجبه الأتفة بتاعتك دي يا صوفي، ولا عاجبه والجرادل الشايلة أنت؟ ما زول ده ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي، أنا الذاكر المذكور. شوف الكلام ده كيف، الذاكر منه؟ الذاكر العبد، أنا بكون ذاكر. المذكور هو من؟ هو الله. قال أنا الذاكر المذكور. والكتاب ده بيعوه في أكبر دار، شفتها تمشي من الجامع الكبير بتاع الخرطوم تمشي شرق، تمشي شرق طوالي كده بتلقى الدار قدامك جمع غبر الأتراك. قال أنا كنت أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر،
أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده أخواننا منهج التصوف، فهمت؟ وده المنهج تاع الصوفية ده يتكلموا عنه العلماء كما تكلم عنه ابن كثير. لأنه قد أكون مثلا الكلام ده أنا متجني عليهم أو بالغت، يقول لك يا مولانا وما تزيد شوية وكده. طيب أرجع لكتب موثوقة، كتاب ابن كثير اسمه البداية والنهاية، كتاب تاريخ، لو هنا ما لقيته بتلقاه في كلية التربية غالبا يعني في المكتبة، في ترجمة الصوفية، ولي اسمه الحسين بن منصور الحلاج. ابن كثير بيقوم بيجيب لك مثلا سنة 1 هجرية حصل فيها كده وحصل فيها كده، 2 هجرية حصلت فيها معركة بدر ومات فيها من الصحابة كذا وكذا، يجيبهم لك كلهم. سنة 300 لغاية حصل سنته ذاتها، سنة 700 وحاجة هجرية، سنة 600، سنة 310 في واحد صوفي اسمه الحسين بن منصور الحلاج، وكان دجالا مشعبذا صوفي، وسبب مقتله الكتلو بيو الحلاج ده انه كان عنده حوار، الحوار ده قال عنده بقجة مخلاية اذا خش الحمام الله يكرمك بيخش بها معه، فقاموا ناس الشرطة قبضوه، قال له ده شنو ده؟ دي مخلاية، قال لهم. قاموا فتشوا المخلاية لقوا فوقها ورقة مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان، الدرويش شال المخلاية. قاموا قال له ده شنو ده؟ رسل لك منه؟ قال رسل لي الحسين بن منصور الحلاج. قبضوا الحسين، قال له يا زول الكلام ده مكتوب فوقه من الله العزيز الحكيم، والكلام ده أيضا ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيره من العلماء. قال له انت الله؟ قال هذا عين الجمع عند القوم، يعني تعبد الله لغاية ما تحصل الله، وده هنا الكلام بتاعهم هنا، عرفت؟ طوالي قاموا كتلوه. دي العقائد بتاعته، العقائد بتاعت المنهج الصوفي، وهذه اللي موجودة. قال فالذكر عنوان الولاية، ده هنا في الكتاب ده، بعدين لو زور داير ونوري له. قال حقا يكون به المريد وليا. طيب لما يبقى ولي بيحصل شنو؟ قال يهب الغلامة، بدي الجنة. لما تبقى ولي قال بتدي الجنة. يطير في جو السماء، لما تبقى ولي بتطير في السماء فوق، فهمت؟ عشان كده من كرامات واحد في كتاب طبقات وضيف الله قالوا ومن كراماتي أنه حج بالطيران. طبعا أنت لما تسمع كده تقول سودانير ولا السعودية ولا كده، لا ده حج كده فر كده، والله جد. قال فهمت؟ عشان كده في كتاب طبقات وضيف الله قال درجات الأولية 3، طبقات وضيف الله بيطبعوا جامعة الخرطوم وبيقروا للطلبة دراسات سودانية، أنا ما عارف هنا بقروا ولا ما بقروا، عرفت؟ قال الشيخ دفع الله، ترجمة الشيخ دفع الله، دفع الله المصوبا، هنا في السودان يقول لك دفع الله المصوبا الشريف نسبه، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا. يا ناس الشمس دي بيجرها بني آدم ولا مخلوق؟ ربنا قال والشمس تجري براها، ده قال جر الشمس مع الملائكة. طيب نفترض انك بتجره تمسكها بياتو معدن ذاته، ياتو معدن بيقدر يقبض الشمس عشان تجر منه، الزمام بتاعه شنو؟ شوف الكذب ده كيف. قال جر الشمس، ده دفع الله المصوبا السوداني ده، مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. قال اصلا عنده حوار اسمه جلوك، قام الشيخ اخر العصر لغاية ما الشمس قربت او حصلت له حاجة، فقام رسل جلوك قال لي جيب لي مويه من البحر عشان شنو؟ عشان اتوضا واحصل الصلاه. وقاموا بعض الظرفاء قاموا عملها في ترجمه بتاعت انجليزي. المهم قام جلوك مشى للبحر، قام التمساح خطفه، ذا كوركوداين ايتينج جلوك، فهمت؟ وانس زي ما قال الخواجه، وانس جلوك جو تو ذا ريفر تو جيت ا ووتر فور الشيخ ان ذا كوركوداين ايتينج جلوك. المهم كده انا واصل فيها. قام أكل 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 جلوك، لما أكل جلوك الشمس قربت تنزل، قام قال لهم يا أخوان أنا رسلت جلوك ده، شوفوا فهموا شنو يعني، داري وصل لك إنه زي سليمان، ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. وده برضو بيجيك له برضو كرامة تانية. والله يا أخواننا الصوفية عبارة عن جدع للعقول، عقلك ده تخده في الجزمة وتخش، فهمت؟ ده قال لما جلوك أكلوا التمساح ورسل، قال له التمساح أكلوا جلوك. قام قال له يا زول كيف يأكلوا جلوك؟ قام طوال الشيخ مشى
ووقف على النهر وقال للتماسيح امرقوا كلكم كلكم اعملوا جمع. الناس الخشوا معسكرات قال التماسيح كلها جات. قال لهم وين التمساح هذاك الجلوق وينه؟ هذول قال له كويس. قال لهم امرق جلوق ما بمرق امرق جلوق ما بمرق. في النهايه مرقوا وقام ضرب التمساح وقلبوا حجر. عشان كده قال جر الشمس مع الملائكه ما غلبوا والتمساح حجر في شان جلوق شنو قلبوا. يا ناس يا رب انا قال فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما بتقدر يا اخ جلوق تمسح شنو ضبانه بتقدر تخلقها. ربنا قال في سوره الحج يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الامام القرطبي قال ذباب مفرد واحده يعني. قال ولو اجتمعوا له. جيبوا السمانيه خليه يخلقوا الكرعين بتاعنا الضبانه والتجانيه خليه يخلقوا الجناحين بتاعنا الضبانه والختميه خليه يضربوها بهي ولا ما اعرف ليك الكزنزانيه خليه يعملوا العيون وبتاع اللي هنا خليه يعمل لها شعيرات اللي بتحس ديك. بيقدروا كلهم. قال ولو اجتمعوا له. ربنا قال مش كده قال وإن يسلبهم الذباب. أسي زول تلقاه لما يمشي للشيخ يدعى النعلات هناك ويدعى الطاقية تلقاه زول كويس بعد شوية بقى ما نصيح لأنه مشى للشيخ ويحبل الشيخ. فهمت؟ ربنا قال لك الضبانة دي أعقل من المخلوق الزي ده تأكل في أكل الشيخ ذاته وده يقول لك ما تقعد مع الشيخ في المصلاية وما تقعد في عن قريب الشيخ وما تتوضى بإبريق الشيخ وكده. ليه يعني؟ في شنو؟ في شنو ما توضى بإبريق الشيخ؟ ماله؟ إبريقه ده فوقه شنو؟ فوقه مويه ولا حاجات تانية مشروبات روحية. فهمت؟ ما ممكن. فده قال ده يربيك على التربية دي. قال قلب التمساح. ربنا قال ويسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الضبانة تاكل في أكل الشيخ وتاكل معه. ذاك مسكين بياكل في القرط وبياكل في الكسرة بتاعت مهيوبة بيشتغلوها بالكوريك. فتريتها حمراء ومعاه ملاحم ثلاثة بصلة وموية وزيت. فهمت؟ وتأكل يقول لك يا سلام بالله شوف الكسرة دي ظريفة كيف. التجانية قالوا من أكل طعامنا دخل الجنة. والله قلنا لهم من أكل طعامكم خش الحوادث. كسرة يا أخي عشان تدخل إيدك إلا تجيب إيدينك الاثنين وتعمل دعم إسناد. مش عندكم في الإنشاءات إسناد؟ تعمل إسناد حتى بعد ذلك تدخل إيدك. ما ممكن يا أخي. فهمت؟ عشان تأكل لازم يا أخواننا لعب بالدين. هل الجنة بخشوها بالأكل وتاكل من هنا ومن اكل طعامنا ومن راى الشيخ يوم الاثنين او الجمعه دخل الجنه؟ وفي كلام شين ان شاء الله بس ما يكون في بنات. ما في بنات؟ في كتاب عبد المحمود نور الدايم بتاع زاهر الرياض قال وقد كنت حريصا على رؤيه سره الشيخ لاني علمت ان من راى سره الشيخ دخل الجنه. يا ناس ده دين شنو ده؟ والله كلام زي ده كثير عند الصوفيه. ولذلك يا اخواننا نابليون لما خش مصر دعم الموالد ودعم الطرق الصوفية وبقى ذاته يجي يحضر الموالد. ليه؟ لأنه دي بتفرق الدين وبتخلي الناس عقائدة زي دي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.